بعض العوائل اعتقدت انه حتى الارهاب اللي داخل السجون راح يخرجوا. الارهاب ما مشمول. الارهاب ما مشمول، يعني من المستحيل ان يكون الارهاب مشمول بالعفو. لا، احنا قلنا اللي يتهم بالارهاب وهو بريء. بالضبط، نقول اللي يتهم بالارهاب وهو بريء. المستخبر اكيد ما حد يقبل انه على شخص بريء يدخل السجن ويتوقف سنه وسنتين وثلاثه. يعني انا اعرف اشخاص مرت قبل فتره سلمت على شخص، فبالصدفة سألته قلت له انت مات وصار لك فتره، قال انا كنت موقوف 5 سنوات من 4 سنوات. قال متهم، وطبعا انا عندي معلومات هو كان من الداعمين للقوات الامنيه اثناء الاحتلال. نعم، من المخبرين للقوات الامنيه. فقال اخر شيء يلا اكتشفوا بانه انا بريء ما عندي شيء. فاحنا على هاي الناس، والوضع كان اصلا بوقتها متوتر بعد الوضع التحرير. متوتر، احنا نتكلم على هذول الناس احنا نحكي، هذول لا. اما الارهابي لا، ما مستحيل احد يقبل انه ارهابي يطلع مره ثانيه.